Il était venu me voir et je remercie toute l'équipe pour vous dire quand même que ça toute الأساتذة المحترمين من الأساتذة الأجلاء لازم علينا نرضوا اليوم على الأقل هذا اللي قلت لكم ديال الثقافة ديال لا كولتور. هذا التظاهر اليوم كتعرف واحد المشاركة جد مكثفة للفاعلين في القطاع على المستوى الخاص والعام. كلاحظتوا كاين واحد المشاركة فعلية ديال وزارة الصحة من الدعم ديالها من الحضور ديالها، كذلك الجمعيات المهنية ديال الجمعيات ديال المستلزمات الطبية ديال الأجهزة الطبية وكلهم حاضرين معنا بقوة. كاين برنامج علمي اللي هو تقريبا 21 ندوة الذي يدور في طيلة 4 أيام القاعات المحاضرات اللي كاينة في هذا المعرض، وإن شاء الله اليوم كي قلت لكم عندنا 140 عارض وطيلة 4 أيام كننتظروا تقريبا 10,000 زائر مهني الذي يجيو من جميع مدن المملكة وكذلك من خارج من القارة الإفريقية اللي هما ضيوف ديالنا في هذه الدورة.